رح نروح بأولى محطاتنا يمكن المساحة النفسية، وكثير من الأوقات فرح بيخطر هيك عبالنا إنه نسأل هيك إنه أنا حاسس من كتر الضغط إنه أنا مكتئب، هل مزبوط هذا كل الحكي؟ كل البلد مكتئب سامي، ما بخبرك يعني. رح نحكي اليوم بمساحتنا النفسية ونقول إنه أي ضعف أو أي شيء ممكن نتخلص منه مو سهل. أكيد ما هو الاضطراب الاكتئابي، هو مرض ممكن يأثر بطريقة التفكير والتصرف، ممكن يكون البداية لمشكلة نفسية وجسمانية. كيف ممكن نتعامل مع هي الحالة دون الوصول إلى مرحلة صعبة وطبعا التعرض لعوامل خطورة الاكتئاب؟ هالشي رح نتعرف عليه مع الدكتور أحمد تاجي، اختصاصي نفسي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا يا هلا. صباح طبيب الخير. نفسي. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم عم نحكي عن موضوع يمكن لو بشي من المزاح بنقول إنه يمكن كل الناس اليوم عم بتعاني من الاكتئاب، بعض الأشخاص بيقول أنا عن جد مكتئب بهي الفترة. خلينا نعرف بالبداية شو هو المعنى الحقيقي للاكتئاب، هل هو بيجي فجأة أو ممكن يمر بمراحل حتى يتطور؟ كثير حلو الحقيقة، كثير مهم دوركم كإعلام الحقيقة عشان نقدر نفرق، لأنه كثير أشخاص هلا بالوقت الحالي ضلوا يستعملوا كلمة اكتئاب بشكل هيك بسيط، وهذا بعدين مع الوقت يبلش يتراكم عندهم ويسوي لهم اكتئاب حقيقي. يعني كثير مهم انه نفرق بين الحزن الطبيعي، بين الحداد، بين الخوف اللي نحن عم نمر فيه هلا. لا ننسى انه نحن قدام ردود هلا بالكورونا، والخوف من الكورونا وخوف من المرض، وكل الفتره اللي مرقناها كلها بتساوي تراكمات نهايه فينا. بس نحن حتى نشخص اضطراب اكتئابي لازم يكون عندنا امور واضحه، يعني نحن بالطب حتى نحن ما بنقدر نشخص على كيفنا، في عندنا معايير معينه بنمشي عليها. اهم شيء بهالمعايير انه يكون في اختلاف بالاداء تبع الشخص، أداؤه الوظيفي، أداؤه المهني، علاقاته مع الآخرين، كلها بلشت تضطرب. مو شخص عم بيروح على الشغل وعم بيطلع يسهر وياخذ أرجيل المسا هذا مكتئب، ما له مكتئب أكيد حتى لو حقق كثير من المعايير. المعايير المهمة كثير هن واحد من اثنين اللي هن كثير مهم، انخفاض مزاج معظم اليوم كل يوم لمدة أسبوعين على الأقل. يعني انخفاض مزاج ملاحظ، مو انخفاض مزاج والله أنا مالي مبسوط، لا، انخفاض مزاج واضح. كثير من الاعراض المهمه هي فقد المتعه والاستمتاع بالنشاطات اللي كان عم يمارسها قبل، كان يروح على رياضه، كان يطلع، كله هذا فقده، فقد كل شيء كان يستمتع فيه، ما بقى صار حتى لو راح هو عم يروح لكن هو ما له مستمتع باي شيء. من الاعراض المهمه التعب وفقد الطاقه، من الاعراض كمان اللي بتظهر عندنا زياده بالنوم او نقص بالنوم، زياده بالوزن او نقص بالوزن، خلال شهر بيفقد تقريبا 5% من وزنه او بيزيد 5% من وزنه. طبعا في دائما شعور بالذنب، شعور بتأنيب الضمير، ومن الاعراض الخطيره جدا هي الافكار الانتحاريه. يعني طبعا مو تمني الموت، كثير اشخاص بيقولوا لك هلا اذا الوضع تعبان عنده بيقول لك انا بتمنى اموت، بس تمني الموت غير الافكار الانتحاريه، وخاصه اذا كانت هي الافكار الانتحاريه مع خطه. فنحن يعني هو عارفان تماما شو بده يعمل، بيعرف مثلا انه بالبيت عندهم في سلاح بيقول لك انا بدي اقتل حالي بهالسلاح اللي موجود بالبيت، او في ادويه بدي اقتل حالي بهالادويه، معناته نحن قدام حاله خطيره. الحقيقه لازم يتحقق خمسه من هدول على الاقل حتى نشخص اضطراب اكتئاب الجسيم، اضطراب الاكتئاب اللي هو بحاجه لعلاج دوائي وليس فقط علاج نفسي او دعم نفسي. طيب دكتور، يعني حضرتك حكيت هيك بالمجمل عن كيف ممكن الطب يشخص الاكتئاب، خلينا نحكي عن العوامل اللي ادت لظهوره والحالات. يعني بالعموم في ناس بيكون اسباب تراكميه، في ناس ممكن تتعرض لشده نفسيه فبيقولوا لك اثر صدمه نفسيه او شيء صار عنده اكتئاب، خلينا نميز بيناتهم. وهل هو فعلا فيه درجات؟ يعني مثلا الشخص قبل ما يوصل للاكتئاب بيكون بيمر مثلا بمرحله سابقه، ولا فورا ممكن ينصاب بالاكتئاب؟ تمام، سؤال حلو. هلا هون الحقيقه كثير في تناقضات. الحقيقه الشيء الواضح وال100% هو الاسباب الكيميائيه لاضطراب الاكتئاب ونقص بماده بالدماغ، هرمون السعاده بسموه، وناقل عصبي. ناقل عصبي قصدنا مواد كيميائيه بالدماغ هي بتحرك لنا اصلا كل جسمنا، كبدنا، قلبنا، اي شيء، حتى عواطفنا. في شيء اسمه السيروتونين اللي هو المسؤول عن الموضوع هذا. المشكله بتكون دائما بالسيروتونين. هلا نحن الناس بتسال دائما سؤال، هل نحن بنقدر نفحص السيروتونين؟ لا، ما بنقدر نفحصه، بس نحن لما عم نعطي دواء عم يشتغل على السيروتونين، مريض بعد اسبوعين عم يتحسن، معناته نحن مشكلتنا بالسيروتونين. هي المشكله الاساسيه. فمعناته مو دائما الاكتئاب سببه ضغوط، احيانا الشخص بيكون مفشي فجاه بينصاب بالاكتئاب بدون اي اسباب، يكون وضعه كثير منيح، ما عنده اي مشكله لا ماديه ولا اجتماعيه ولا اقتصاد ولا شيء يعني، ورغم هيك بينصاب بالاكتئاب. ولكن
كمان بالعكس ممكن ناخذها، يعني كمان التراكمات المستمرة وخاصة في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة واستمرارها بشكل كبير عم يخلي هالتراكم هذا يؤدي انه الجسم يصير عنده نقص بهالمادة هذه ويصير عنده موضوع الاكتئاب. فهي الحالتين الحقيقة، يعني ما ضروري انه يعني لانه بيسألوكي طيب انا وضعي كثير منيح، يعني انا ما ناقصني شيء، عندي تمام. امور مالية، مبسوط مع عائلتي، شغلي منيح، فليش انصبت؟ ما لها علاقة، هو مرض مثل أي مرض تاني. يعني ما بدنا نعتبر المرض النفسي، لا صحيح نحن فرقنا عن بقية الأطباء الحقيقة، أنه هنا يتعاملوا مع الجسد، نحن بنتعامل مع الجسد والمشاعر والأفكار، نتعامل مع ثلاث شغلات، وثلاث شغلات بيتراكبوا دائما بموضوع الأمراض عنا. بس بالنهاية هو مرض مثل أي مرض تاني بحاجة لعلاج. لكن سؤال آخر، السؤال اللي سألتيه حلو فعلا، الاضطراب الاكتئابي ما ضروري يكون اضطراب اكتئابي جسيم، ممكن يكون اضطراب اكتئابي خفيف، هذا ما له بحاجة لأدوية، هذا بحاجة الحقيقة لمعالج نفسي، معالج نفسي يساعده أنه يغير روتين حياته، ينظم أموره، ينظم نومه، ينظم علاقاته مع الآخرين، يلعب رياضة، بتلاقيه يتحسن لحاله. دكتور، اليوم نفسية الأشخاص وشخصيتهم تختلف من شخص لآخر، البعض بنشوفهم يمكن شخصيتهم كثير قوية، مجرد ما حسوا مثل ما بنقول بطرف أو شعور بسيط بالاكتئاب فبيسعوا أنه يعالجوا حالهم لحالهم. البعض الآخر يمكن مهمل شوي أو أقل يمكن قوة منهم، فبيلجأوا بيتركوا حالهم يمكن للمراحل الأخيرة. كيف الشخص اليوم بتقدر تتعامل مع شخص؟ هلا شوفي، الكل بيتركوا حالهم للمراحل الأخيرة، إنه عندنا نحن موضوع الوصلة بزيارة الطبيب النفسي، هيدي ناشئة على القوانين بسوريا الحقيقة، لأنه ما مسموح إنه يفتح معالج نفسي لهلا، يعني ما في قانون بيسمح له يفتح، والطبيب بيفتح بس معالج ما بيفتح. مجرد نلاقي شخص يسمعنا كطبيب نفسي أو نلاقي متنفس نحن بس الحقيقة مو شخصيتهم ضعيفة، ولكن بيكون البيئة المحيطة فيها هي بتنظر للموضوع حسب النفسي الدعم نظرة وحسب كمان شخصية وتقبل الشخص للجوء لطبيب نفسي كمان. مع الردود يختلف، يعني بدي أقول لك إياها ببساطة، هذا بدي أسألك يعني. يعني أنا مثلا أو حضرتك إذا شفتي هلا شخص طوس قدامك هلا بالشارع، حتضل الذكرى هي بمخك أشهر أكيد. بس مثلا اللي عم يتعامل بهالموضوع هذا الأشخاص اللي بنشكرهم، يعني مثلا الجيش العربي السوري، يعني بيضلوا عم يشتغل وعم يمارس عمله لأنه هو حياته مبنية عن دفاع الوطن، مزبوط؟ فهيدي أحد عناصرها، بس أنت مو أحد عناصرك هيك، فلذلك الرد يختلف من شخص إلى آخر، كل واحد عنده حدود بهالرد هذا تبعه اللي بيسمح له الدماغ إنه يتقبله. هلا إذا ما تقبله بصير عندنا شغلة تانية اللي بتختلط كثير أحيانا مع الاكتئاب، اللي هي اضطراب الشدة ما بعد الرد، هو التعرض لخوف، تهديد لحياتنا، مشاهدة منظر موت. هذا اللي صار كثير أثناء الأزمة بسوريا، نحن مشاهدة الموت قدامنا والخوف الشديد صار معنا، ما كنا متعودين أبدا نصير عندنا هالشيء هذا. فالحقيقة الأمور كثير بتختلط، وزيارة الطبيب النفسي لا يخافوا منا، لأنه أول شيء إنه نحن ما بنعطي أدوية بتساوي إدمان، هي الفكرة السائدة أبدا، وإنه بس المجنون، لا مو المجنون اللي بيزور. للأسف أنا اشتغلت في كثير دول، حتى بعض الدول اللي أقل حضارة منا كثير يعني، ورغم هيك عم يتقبلوا الفكرة، حتى إذا صار مشاكل عائلية بيجوا. والحقيقة هذا لاحظته هلا ببرنامج أنشأناه بمشاركة اليو إن دي بي، يعني منظمة للأمم المتحدة الشبابية، أنشأ الدكتور مازن خليل الحقيقة ووحدة اسمها أستاذة لينيا ساو مشروع اسمه فضفضة. فضفضة الحقيقة بتشتركي فيه انت وبدقوا لك هن على التليفون العادي بيحكوا معك. انا اول ما بلش برنامج كطبيب قلت مو معقول يتحسنوا الاشخاص بدون دواء، خاصة اللي عندهم، لكن انا هلا بعد 5-6 شهور مو معقول، يعني بس انه عم نستمع لهم، بس انه عم ننظم لهم افكارهم، مو عم نساعدهم. يعني دائما بيجوا لعندي على العيادة بيقولوا لي ساعدنا، نحن مو وظيفتنا نساعدكم، نحن وظيفتنا ننظم لك افكارك لتلاقي انت الحلول وانت تلاقي المساعدة لحالك، والا تصير تعتمد علي، هون الفرق. فبالاكتئاب الحقيقة بده شخص متخصص كتير، مو سهل، لأنه أنت بتقول إيه بروح لعند صديقي أو صديقتي بتحكي معها وانتهينا، لا، لأنه هي هتعطيك نصائح، النصائح هي حتضرك ما حتفيدك، لأنه قلت لك نحن مو وظيفتنا نعطي نصائح، وظيفتنا نرتب أفكار الشخص، ننظم له حياته، ننظم له أموره، علاقاته مع الآخرين، تلاقيه يتحسن لحاله. لذلك برنامج فضفضة هلا يعتبر من البرامج الأولى بالوطن العربي، يعني سوريا متقدمة كثير بهالموضوع هذا، عم يقدم خدمات لآلاف الأشخاص بسوريا كلها، يعني في أشخاص ما في مناطق ما فيها أطباء نفسيين، مثلا مناطق القامشتي، دير الزور، كذا، ما فيهم أطباء نهائي، نحن 82 طبيب نفسي بس بسوريا، فالعدد كثير قليل، فالحمد لله الخدمات موجودة. يعني بالعادة بالأزمات والحروب كل شيء بينزل إلا الطب النفسي بيطلع، لأنه يصير الحاجة له كبير فبصير تقدم له كثير. بس لا يخافوا من الاكتئاب، أهم شيء عشان ما هلا يخافوا من الاكتئاب المشاهدين، لأن دائما يجيني تليفونات بعدها بيقولوا لي خوفنا، لا تخافوا، الاكتئاب قابل للشفاء بنسبة 95%، 95% قابل للشفاء.
خلال 6 شهور، من 6 لـ9 شهور من الادويه ناخذها ونوقفها وخلاص، ما بقى في نشي نهائي ومتحسن بالجرح. هذا اللي كان بدي اسالك عليه دكتور، يعني عاده في كثير حالات ما بتروح على الطبيب بنفسها، بيضطروا الاهل انه هن ياخذوا الشخص لما بيوصل لمراحل صعبه هن عند الطبيب، وهون يمكن الازمه اللي بنشوفها الاشكاليه بمجتمعنا انه اخذوه لعند طبيب نفسي جن، هو اصلا ما في شيء بالعلم او بالطب اسمه جنون، يعني ما في شيء اسمه مرض. لا لا ما في، ما في مرض اسمه جنون، هو اصلا اسمه مضطرب وليس بس مريض. بس المحاكم السوريه صار في جنون. يعني لما الشخص بيوصل لهي المرحله بيختلف علاجه ان كان دوائيا او نفسيا عن الشخص اللي رايح بارادته، هو شاعر انه عنده مشكله وحابب يحلها. في ناس بتقول لك انه الدواء النفسي هذا بيروح مع الاشخاص مدى العمر، خصوصا مثل ما قلت انت السائدة. في مثلا ناس بيكون عندهم نقص بماده معينه بالدماغ فمضطرين ياخذوا هالدواء، ايضا في لك في نقص املاح بالدماغ مضطر ياخذ دواء تعويضي لفتره طويله من العمر، مدى صحه هذا الموضوع؟ هل تغير هي الانواع من العلاجات او لا؟ طيب هلا اول شيء فكره اخذ المريض لعنا بالغصب هي غير قابله، يعني ما لها مقبوله. حتى موضوع المشافي النفسيه بالعالم بلش كثير ينخفض، مثل زمان كانوا يحطوا له مرضى مثل ما بيورجونا بالافلام المصريه بيحطوه بيزتوه، هي كثير بطلت. صار المريض النفسي بيدخل بحالتين بس، اذا كان في فكره ايذاء النفس، ايذاء الذات او ايذاء الاخرين، محاوله انتحار او محاوله انتحار او عم بيفكر يقتل حدا او في خطوره انه يقتل حدا، فوقتها نحن بنتداخل بشكل اسعافي وبندخله لحتى نحمي الناس ونحمي المجتمع اللي حوالينا ونحميه بالنهايه. بس غير هيك نحن ما بنستقبله. مريض الاكتئاب اذا هو ما بده يطيف على الفاضي، هي بالنهايه حياته ما له حياة الآخرين، هيدي حياتك الخاصة. يعني حتى الموضوع المخدرات، يعني بالنهاية يعني مثلا اللي بياخدوا ماريجوانا أو كذا ما بنقدر نعالجهم بالغصب، حتى لو حطيناهم حبسناهم شهر وشهرين بيرجعوا بياخدوا إذا ما بدهم. فالموضوع موضوع فكري، موضوع هو متعلق أنه أنا بدي أغير حياتي، أنا بلشت أحس أنه أنا عندي مشكلة بدي أغير حياتي. وأحيانا كلمة بتغير حياة. بأحد المقابلات اللي سويتها مع التلفزيون أنا صدفة حكيت هيك، أنه قلت حبة واحدة ممكن تعفي من الاكتئاب، والاكتئاب يعفي من الطلاق. بعد 6 شهور او اكثر شوي دقوا لي بفارق شهر 2 نصران، ما اجوا لعندي، اجوا رايحين على غير طبيب، بس قالوا لي كلمتك خلتنا نراجع طبيب نفسي وعلاقتنا مع ازواجنا رجعت طبيعيه. ورجعنا اسسنا اسره من اول وجديد مثل كانه عرسان جداد. فاحيانا حبه واحده بترجع لك حياتك كلها. وخاصة الحبة هي ما لها خطيرة، يعني نحن بدول كثيرة يعني نسبة يعني بتشوفيها حتى شوي ثاني حتنباع بشكل طبيعي يعني بدون وصفات، لأنه هي أدوية ما بتساوي إدمان، ما لها خطورة، ما لها آثار جانبية غير أول أسبوع بتساوي نشفاء مري، شوية مشاكل هضمية خفيفة، لأنه نحن ما عم نعطي مهدئات. بعد أسبوع أسبوعين بتلاقي الدواء كثير مريح وكثير غير لك بحياتك وبمزاجك. حتى العمل، يعني في كثير اشخاص هلا ما عم يشتغلوا لانه هن بالنهايه مصابين بالاكتئاب ما لهم منتبهين، بس هن متى ما تحسن مزاجهم صار اقبالهم على العمل وعلى انه يدوروا على وظيفه، كله طريقه التفكير كلها بتختلف. فنحن قدام مرض الحقيقه محطم، بس بالنهايه مرض قابل للشفاء 100%. كمان يوم دكتور كثير من الاشخاص يمكن عفوا ضمن هي الظروف الصعبه يمكن اي تفصيل بالحياه وبيحتاج لجهد مضاعف لحتى يمكن نحصل عليه باساسيات واولويات الحياه، كيف بتقدر يمكن تنصح الاشخاص او كل الناس اللي عم تشوفنا اليوم بخطوات بسيطه انه نقدر نحسن حالنا لحتى ما نفوت بمرحله الاكتئاب ونحتاج فعلا لمعالجه كامله؟ تمام. هلا كلنا عم نتعرض للضغوط بس مو كلنا عندنا اكتئاب، كثير مهم يعرفوا الفكره، في فرق بين الحزن والضغط والاكتئاب، في فروق كبيره بهالموضوع هذا، اكتئاب هو مرض. بس الاشخاص اللي عم يحسوا انه هن يعني بلشوا يروحوا باتجاه الاكتئاب، خليني اقول بعد حديثنا اليوم، ممكن يعملوا شغلات بسيطه كثير، ممكن يلعبوا رياضه اذا في نادي، يسجلوا بنادي، اذا ما في نادي لانه بيتحججوا انه كورونا وما في نادي، معلش فينا نمشي 45 دقيقه مشي سريع برفقه احد، مو لحالهم، يعني يكون معهم حدا عشان ما تجيهم الافكار هي البشعه بمخهم يرجعوا على البيت لسه اسوء من قبل، يمشوا مع حدا بحبوه ويكون هالشخص هذا ما عم بيحكوا بقصص المرض والمشاكل، لا عم بيحكوا بقصص حلوه وكذا، 45 دقيقه مشي سريع مثل الرياضه، اوكي؟ بس طبعا هذا المشي لازم يكون مو بعد المغرب، مو بعد ما تعتم الدنيا، لانه بعدين بصير عنده اضطراب بالنوم، يفضل انه قبل ما تعتم الدنيا او الصبح بكير يمشوا. 3 مرات بالاسبوع كافي، 45 دقيقة بس على الأقل، هيك منظمة الصحة العالمية بتنصح. كثير مهم إنه ينظموا نومهم، يناموا بوقت محدد ويفيقوا بوقت محدد، يعيدوا علاقاتهم الاجتماعية، يدوروا على أشخاص بحبوهم كانوا وصار لهم زمان ما شافوهم، يدقوا لهم يحكوا معاهم لو كلمتين. يعني احد المرضى الاكتئاب ما كان يتحسن معي، ف
فبساله عن حياته هيك، عم قال لي انا ما بنصيت بس لما بطلع على البنايه بسلم على واحد فاتح محل تحت. قلت له ليش؟ قال لي كان صديقي من المدرسه وكان لنا ذكريات حلوه. قلت له احكي معه. قال لي انا شخص بيجلب الحزن، ما يعني ما بتوقع يسلم علي. قلت له جرب. فعلا حكى معه وصاروا الاثنين متقاعدين، بيطلعوا على القهوه يلعبوا طاوله. على فكره وقف الادويه نهائي يعني. فاحيانا شخص جنبك مقرب منك ممكن يساعدك كثير بالموضوع. نعيد علاقاتنا الاجتماعيه مثل ما قلت، نمشي 45 دقيقه، ننظم نومنا. كثير مهم ندور على الاشياء، مو بس الصداقات، الاشياء اللي كنا نحن بدنا نحققها وما حققناها. مثلا انا كنت احب اقرا كتاب، بصير امسك كتاب كل يوم نص ساعه قد ما عندي شغل. هالنص ساعه هي لإلي لحياتي، اوكي؟ يعني بنسى كل شيء وهالنص ساعه لإلي. فينا نعمل شغلات بيعلمون عليها المعالجين، تمارين التنفس، تمارين الاسترخاء، يعني في كثير شغلات ممكن تساعدنا بموضوع الاكتئاب. كمان دكتور خلينا نحكي عن العلاج، كان هذا جزء كتير مهم، وفي ناس بيضل في عندها أسئلة إنه مثل ما أنت قلت، فيقولوا هاي الأدوية بتعمل إدمان، في ناس بيقولك الأدوية فيها نسبة كورتيزونات بتعمل سمنة بالجسم، وفي ناس بتخاف أصلاً من الدواء بالعموم إنه هو يتعود على إنه يأخذ دواء. خلينا نحكي عن العلاج، علاج الاكتئاب. طيب هلا اول شيء اكيد اكيد هي الادويه، حتى انا بمزح معهم لمرضاي بقول لهم نحن ايه فعلا عم نبيع مخدرات، ولا شريكنا نعطيكم اكيد ما حنعطيهم ادويه تساوي ادمان ونحن ما نحكي لهم الصدق. هذا غير مقبول وهذا يعاقب عليه القانون. يعني اكيد الادويه كلها مضادات الاكتئاب بالمجمل كلها ما بتحدث اي نوع من الادمان. الادمان اللي بيحكوا عليه احيانا بعض الاشخاص وانه ما بيعرفوا شو اللي عم بيصير، هن بيكونوا اخذوا الدواء واعتمدوا على الدواء. انا الدواء مو وظيفته انه هو يحل لك مشاكلك ويرجع لك الحياه حلوه ويلاقي لك شغل ويلاقي لك زوجه ويلاقي، لا لا لا، مضاد الاكتئاب هو بس ليرجع لك قدراتك لحتى انت تغير حياتك. بس شو بيصير هنن اذا الطبيب ما شرح لهم الفكره هيدي؟ بيصير هن بيعتمدوا على الدواء مو اعتماد جسدي، اعتماد نفسي. شلون انا مثلا احيانا في اشخاص بيجي على المشفى بتعطيهم ابره ما فيها شيء، سيروم تلاقيهم تحسنوا يكونوا جايين بحالة إغماء. فهيدي هي الفكرة، يعني في شيء اسمه الإدمان النفسي على الموضوع. بس هذا إذا ما كان في توجيه، بس إذا كان في معالج نفسي عم يشتغل معه وعم بيجهزه للمرحلة بدنا نقطع فيها الدواء نفسيا وعقليا، فهو قابل لأنه ما يصير أبدا أي موضوع. بس كإدمان جسدي، فكرة الإدمان اللي موجودة عند الناس كلياتها ما لها موجودة أبدا بأدويتنا أبدا نهائي. موضوع زيادة الوزن أو نقص الوزن، الحقيقة في مضاد اكتئاب كثير بسوريا دارج هلا بدون ذكر اسماء طبعا، بياخذوه حقيقه ما عندهم اكتئاب، ياخذوه للاعراض الجانبيه لإله اللي هي تخفيض الوزن. يعني بخفض الوزن، هلا في ادويه بتزود الوزن، هذا قرار الطبيب، يعني هو لما بيشوف المريض بقرر حياخذ، وطبعا في متابعات معاه. يعني هلا حتى بالادويه الاكتئاب بيكتبوا زياده او نقص بالوزن، يعني كل واحد يستجيب على الدواء بشكل معين، تمام؟ ما بتساوي نعاس، ما بتساوي انه يفقد كل شيء، فالادويه هي ادويه امنه، لا يخافوا منها ابدا ابدا ابدا. بس كمان ما ياخذوها بدون استشاره الطبيب. ليش؟ عشان نعرف نحن الاثار الجانبيه اللي بدنا اياها عند هالشخص هذا، مثل ما قلنا زياده وزن، نقص وزن، بده ينام، ما بده ينام، فنحن بنختار الدواء بناء على عنده ارق ولا عنده لا نوم زياده، فنحن بنختار الدواء بناء على الشيء اللي بيناسبه يعني. أكيد بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ومثل ما قلت يعني اليوم الطبيب النفسي فينا نقول هو ممكن ياخذ بإيدنا، يعني يسمعنا، نفضفض، نحكي، نعرف ننظم أمور حياتنا، أفكارنا لحتى نرجع قوايا. أكيد كلياتنا بحاجة حدا يسمعنا دكتور على اختلاف الشرائح العمرية، بس استماع فعال. أكيد لأنه في ناس بيستمعوا لنا الحقيقة وما بينتظرونا نكمل حديثنا، لا ممكن يقاطعوكي من أولها ويعطوكي النصيحة من أول كلمتين يعني. تمام. نحاول جهدنا انه نستمع للاشخاص لاخر حديثهم. تمام. وما نعطيهم نصائح، بس نرجع نعد لهم اللي حكوه، بيقوم هن لحالهم بيعرفوا شو الحل، بس نعد لهم الحكي اللي حكوه. كل الشكر لك دكتور. شكرا لك الدكتور احمد تاجي طبيب نفسي، شكرا لوجودك معنا، بنتمنى يكون الناس كلها استفادت من النصائح اللي قدمتها، ونضل هيك بخير لانه صحتنا النفسيه اساس صحتنا الجسديه. أكيد. اصلا شكرا لك.